بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2014، اضطرت الحكومة الشرعية اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي إلى الانتقال إلى مدينة عدن بجنوب اليمن، لكن في ظل الخلافات القائمة بين الحكومة الشرعية والجبهات السياسية الجنوبية، تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي الساعي إلى استقلال مناطق الجنوب، وكادت قواته المسلحة تسيطر على عدن. وفي نوفمبر العام الماضي، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض لتوزيع السلطة بوساطة سعودية، واتفق الجانبان على تشكيل حكومة ائتلافية، لكن الاتفاق ظل معلقا لمدة تجاوزت العام. وفي يوليو الماضي، عادت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى طاولة المفاوضات من جديد، واتفقا على قبول الآلية الجديدة الهادفة إلى تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. لاحقا، وقع الرئيس اليمني على مرسوم رئاسي، وأدت الحكومة الائتلافية الجديدة اليمين السبت الماضي. حيال ذلك، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد عبد الله باذيب إن تشكيل حكومة ائتلافية هو نقطة انطلاق جديدة لليمن، وإن الأولوية القصوى الحالية هي تعزيز عملية إعادة الإعمار المحلية في البلاد. العام القادم، العام 21 إن شاء الله، سنعمل ان تتوحد كل الجهود خلف وزاره التخطيط والتعاون الدولي، هي النافذه الحقيقيه للتعامل مع العالم الخارجي كمانحين، وفي حيث تتوحد كل الجهود، في نفس الوقت يكون في تنسيق تحت قياده رئيس الوزراء مع بقيه القطاعات والوزارات والسلطات المحليه، بحيث نوحد الجهود ونخلق نوع من اليه التسيير والتسريع واستيعاب وامتصاص اموال المانحين. حسب اتفاق الرياض، كان من المفترض أن تتقاسم الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالتساوي الحقائب الوزارية في الحكومة الائتلافية، لكن المجلس الانتقالي الجنوبي على ما يبدو قد قدم تنازلات وقبل بنصيب 5 وزراء فقط من بين مجموع 24 وزيرا في هذه الحكومة. مع ذلك، ما زالت هناك مواضيع اقتصادية وأمنية في حاجة إلى حل واضح، على رأسها مستقبل القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. ما زال اليمن يعاني الويلات من كوارث طبيعية كالفيضانات والمجاعة والجراد، وكوارث من صنع البشر كالحرب الدائرة منذ سنين، وقد زادت الأمر سوءا جائحة كورونا. كل هذه المآسي مجتمعة باتت تحديات ملحة على الحكومة الائتلافية المشكلة حديثا أن تجد لها حلا، ولعل توقيعها على عدد من الاتفاقيات الخاصة بالمساعدة الاقتصادية ودعم البنية التحتية مع المملكة العربية السعودية محاولة أولى في هذا الصدد. الوضع الحالي، لا شك أن الوضع في اليمن صعب جدا، و اجتمعت عليه مأساة الحرب ومأساة الأمراض الحديثة التي انتشرت كالأمراض كورونا، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى التي موجودة بشكل كبير. والحكومة الحالية بعد الاجتماع مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة، لدينا توجهات محددة هي أن نعمل من خلالها على أولا تعزيز وجود الدولة في الداخل، وعندما تكون الدولة كحكومة متواجدة في عدن على الأرض